الحقيقة أنا أول مرة أشارك في النشاط العظيم اللي بتعمله جامعة المستقبل. الشباب الموجودين حقيقي يعني مفرحين جدا ومتعاونين جدا، هيطلع منهم نماذج مبشرة ينتقلوا إلى الاحترافية في مجال الفن. طلبة مش دارسين فن، طلبة كليات هندسة، طب، أسنان، تجارة، ولكن الكومبيتيشن رائعة، كمية التنافس والإبداع اللي بين الطلبة حاجة مش طبيعية. بشكر إدارة جامعة المستقبل الأستاذة منال خليل رئيس اتحاد الطلبة، وبتمنى كل التوفيق لكل مشاركين في المسابقة. تجربة حلوة وأنا بصراحة يعني اتبسطت فيها جدا، والسنين الجاية كمان ممكن اشترك فيها وانصح الناس كمان تشترك فيها. انبسطت قوي فكرة ان احنا جروب مش انفيجوال، فكنا ثلاثة في اللوحة كنا بنساعد بعض. انا بالنسبة لي بحب الرسم ومبسوطة ان الجامعة عامة بتعمل كومبيتيشنز في الرسم وبتعمل ورش في الرسم، علشان ما تبقاش الجامعه جست انفولفد في العمليه التعليميه وخلاص، فدي حاجه حلوه الجامعه بتعملها عندنا.